ما وراء الطبيعة، فيلم رائع، هو مسلسل رائع، إنتاج مصري. يعرض في نتفليكس. وبيدور في العمارة القديمة عن صحابه. يعني فيلم رعب، سلسلة أفلام رعب رهيبة. بيطلع السلم، بيعدي من وراه طيف بسرعة، وبيلف الطفل وهو خايف. عبارة تكون إنك يعني مستوى عالمي. يعني اتذكرك بسكس ذا سيكس سانس تبع بروس ويلس. بيقرب من ركن في الشقة المهجورة، بيعدي من بين شقوق الحيطة وعينيه بتبرق. بعيط. نتفليكس الأصلية، إنتاج فيلم كلينك ودائرة نيم الإبداعية. روعة. طبيعة مستوحى من سلسلة كتب دكتور أحمد خالد توفيق. دكتور خالد أحمد توفيق، عمري ما سمعت عنه، بس إن شاء الله حقرأ له الكتب بتاعته. وقت الحرب. معرفش مين يستحق الشفاء أكتر، الفار اللي في المتاهة ده، ولا التلاميذ البؤساء دول، ولا أنا. لأن دكتور محترم زي حالاتي هو اللي مش عارف يطلع من المتاهة. دكتور رفعت إسماعيل في مدرج جامعي بيدخن سيجارة بإيد، وفي إيد تانية بيحل متاهة. فنجان قهوة بيدلك قدامه، فبيلتفت له عامل الكوفيه. متأخذنيش يا دكتور رفعت، أنا مش عارف إيه اللي حصل. قانون ميرفي رقم واحد، اي خطأ في احتمال انه يحصل يبقى هيحصل. معلش امسحها فيا، دليل القهوة خير. ما هو الخير لازم يعلن عن وجوده بدليل القهوة، ولا الخير عنده طغينة شخصية مع الكافيين. القهوة مش بتدلي لوحدها، ما يصحش نلوم الخير او الرزق او الحظ او حتى النحس. وعلى ذكر النحس، يتهمني بعض الناس اني انسان نحس. يعني على سبيل المثال، انا اكتر واحد يكره الحبهان، وانا الحبهانايه الوحيده اللي في الطبخه بتقع في بقي. ما هو اكيد علشان بوصل اي عزومه متاخر، واخر واحد بياخد منابه بسبب ولي. اكيد مش بسبب اني انسان عليا لعنه ولا مسرور ولا نحس زي ما السخفاء بيقولوا. فضلات حمامه على بدله رفعت، بيشرب سيجاره وهو بيبص للسما. بيدخل شقته القوانين الوحيدة اللي أنا مؤمن بيها بدون إثبات علمي، القوانين اللي حطها مهندس مشهور اسمه ميرفي. منها مثلا توقع الأسوأ، لأن هو ده اللي هيحصل، وسبب إيماني بيها هو حياتي. إكسبريشنست ميرفي يستخدمها لإثبات قوانيني. الريح بتهز الستاير، رفعت نايم في سريره بيتقلب. وعلى نفس المنوال، مفيش حاجة اسمها عفاريت ولا أشباح. يعني كله يستحضر الأشباح. بيتحرك. أو نسرح مفصلات الباب المصدية واجتهادها في التزيين. يعني تفسير علمي لظواهر غير علمية ميتافيزيقية. وأكيد مش هنسرح عمود النور اللي في الشارع وراء الشجر. يعني تفكير علمي. عفريت. وزي ما اخونا الافندي ميرفي حط قوانين، دكتور رفعت اسماعيل برضه حط قوانينه، واولهم ان الطبيعه ماشيه بان 1+1 تساوي 2، اسباب بتؤدي لنتائج.
أي حاجة بتحصل المعادلة دي ما تبقاش من الطبيعة، ولا يوجد ما يسمى ما وراء الطبيعة. حاجة مش طبيعية. في الأيام العادية بلبس البدلة الرمادي، لكن بما إن ده عيد ميلاد الأربعين وبما إني بكره اليوم ده فهلبس بدلة المناسبات، البدلة الكحلية التي تجعلني فاتنا. تجعلني فاتنا. رفعت ليكوي بدلته. بيحط المكوى والسيجارة وبيرد على التليفون. يكلم رئيفة. رئيفة هذه أخته. لو بتحبيها فعلا هتكوني أول واحدة تنصحها تطفش. المصير مظلم. إكسبريشنست. طب بلاش النهاردة يا رئيفة، أنت عارفة أنا بكره أعياد الميلاد والمفاجآت والتورتة والشموع. اوكي. هذا الجزء الاول. تعرفنا على شخصية رفعت، الدكتور رفعت. ان شاء الله خير، نغيره كل يوم، ننزله حلقة ان شاء الله. السلام عليكم.